طيب يا اطيب ناس بالكون، انت للسيف وانت للضيف بالكون، والله ويصلح لك عمارة بلف بالكون. بالغ الحزن والأسى لنا اليوم وفاة الفنان الأردني رامي الخالد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. مساء اليوم الخميس فقد خسرنا صوتا فريدا وأيقونة في عالم الموسيقى العربية. رامي الخالد الذي توفي بعد تعرضه لأزمة صحية كان صوتا استثنائيا ومميزا في الساحة الفنية، كان يتميز بأداء فريد وأصيل وقد استطاع أن يلامس قلوب الجماهير وآثرها بأداء المتقن وأغنيه العاطفية. فنان الراحل رامي الخالد كان يمثل رمزا للفن الأردني، قد ترك بصمة قوية في المشهد الفني بأغانيه. بفضل صوته العذب وإحساسه الفن العميق استطاع أن يجمع بين الأصالة في أعماله الموسيقية. رحيل رامي الخالد يعد خسارة كبيرة للأردن وللمشهد الفن العربي، كان يحظى بشعبية واسعة وتقدير كبير من قبل جمهوره في الوسط الفني، وستظل أغانيه تحمل رسالته الفنية الفريدة وتستمر في إلهام الأجيال القادمة. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وزاوي جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.